وفي متابعتنا للهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في بحر العرب ومقتل 2 حيث قتل بريطاني وروماني، معنا من لندن مراسلنا جياب أبو صفية. جياب، ما أعلنته وزارة الدفاع البريطانية قبل قليل، الشركة المشغلة ومقرها أيضا العاصمة البريطانية، كيف يمكن الربط بين ما أعلنته الشركة التي تمتلك أيضا ناقلة النفط وما أعلنته وزارة الدفاع البريطانية؟ نعم، أعلنته وزارة الدفاع البريطانية بعد تحقيق في حادثتين منفصلتين بليلة أمس في السواحل قبالة عمان، هو إنهاء فرضية أن تكون هناك عملية قرصنة على أحد السفن، وأن تأكيد من قبل وزارة الدفاع أن هجوما تم في بحر عمان على ناقلة النفط هذه، ولكن لم تربط الحادثتين ولم تعطي تفاصيل عن الحادثة الثانية. الآن التحقيقات جارية في وزارة الدفاع البريطانية فيما يتعلق بمقتل ضحيتين، هنا الحديث عن مواطن بريطاني على متن هذه السفينة، إذن هناك مسؤولية على الجيش الملكي أو جيش البحرية الملكي البريطاني في هذه المنطقة، بانتظار التحقيقات في هذا الإطار وربما أيضا الرد من الجانب البريطاني حول هذه الحادثة والوقوف على المسؤولية من قاموا بهذا الهجوم على ناقلة النفط التي كانت تنتقل في باتجاه الخليج وبالتحديد ميناء الفجيرة. هنا الحديث عن هذه الحادثة ليست الأولى، كانت هناك تعزيز للقوات الأمنية أو للرقابة الأمنية البحرية من قبل الدول الغربية وبالتحديد بريطانيا في هذه المنطقة، بانتظار ما ستؤول إليه التحقيقات، ولكن ننتظر أيضا تفاصيل حول هذه الحادثة من قبل وزارة الدفاع بعد انتهاء التحقيقات. مباشرة من لندن مراسلنا جياب أبو صفية.